السلام عليكم، فتكونوا بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو هذه غنشوفوا توب 10 انديكيتورز، واللي غادي نقسموا على 2 بارتس. انا باش نطول عليكم الفيديو بزاف وتملوا، وباش يلا تفهموا هادو وتاسيميليهم مزيان عاد ممكن ندوزوا لحوايج اخرين. دونك اليوم غنشوفوا الموفين افريج سيمبل والاكسبونونسيال، غادي نشوفوا الفي واب، غادي نشوفوا ستوكاستيك، وغادي نشوفوا ار اس اي. هادو تخدم بهم انا بزاف وكيبانوا لي صراحه هما من اهم لي زانديكاتور. دونك ما نطولش عليكم بزاف، نشوفوا كيفاش نخدموا بهم، كيفاش نخرجوا منهم دي سينيو ديال الباي والسل. حاجه اخرى بالنسبه للناس المبتدئين، يلا غادي يبداو، عافاكم ما تجربوش هادشي في دي كونط ريال، حلو حسابات يعني وهميه اللي تكون فيها فلوس وهميه باش ترينيو فيها. راه انديكاتور ما يمكنلكش من يعني غير تشوفني كيفاش كنخدموا باش تابليكي دغيا في حساب حقيقي، لان عارف شحال من واحد فيكم غادي يديرها. لا، واخا نوريكم اي حاجه تكون مثلا 100%، واخا ما كاينش حاجه فيها سر 100%، طبقها في حساب وهمي طبقها في 100 تريد وشوف شحال غادي تخرج لك تنجح فيها او لا، وانت غادي عاد ديك الساعه تدوز الحساب الحقيقي. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش ما خاصهم شي بروكر موثوق وما عارفينش كيفاش يديروا حلوا حساب وهمي او لا حقيقي، غادي نخلي لكم اللين ديال لا فيديو، راه كنت ديجا في الساتر شي ستيب باي ستيب، غادي تلقاوه لتحت وغادي كونتاكتيكم سيبور مغربي تما غادي يعاونكم في كلشي. دابا ندوزو للغرافيك. اوكي، حنايا في ديال تي او ماركت اكسبيريان. قبل ما نبداو بغيت نقول لكم كاين واحد العرض. دونك هنايا عندكم اربعه ديال الانواع الحسابات، الصراحه خصني ندير لكم فيديو اخرى غير على الحسابات باش تكونوا تفهموهم مزيان وتعرفوا تستافدوا منهم، لان شحال من واحد كاين ما عرفش كاين ديزافونتاج في واحد الحسابات اللي ممكن تبقى تريدي بلا كوميسيون بلا سواب بلا بزاف د الحوايج، اي خاصو يعرف شنو كاين في العروض اللي كاين في البروكر ديالو. بالنسبه لنا حنا هو تي او ماركت، دونك كاين في اي بي بلاك، في اي بي ستوندار، البام والديمو اكونت. المهم البوليس فين كاين؟ بالنسبه لي غادي يدير ديبو لاول مره، ممكن يدخل الكود برومو ديال 25 بونوس 01 وغادي يعطيوه $25 بونوس غراتويت. دونك استفد منها واخا شي حاجه قليله، مي نستافدوا منها علاش لا، تقدر تنفع. بالنسبه للكونت في اي بي هذا سميتو تيكون ناقص عندك في الكوميسيون، بلاص ما كتخلص مثلا $5 في ستوندار، هنا كتخلص غير $2 في كل لوت. دونك هنايا باش كتدخلوا نورمالمون كان شحال هذه خصك ديبوزي مينيموم $1000، مي دابا حاليا دايرين غير $500 باش تدخل الفي اي بي اكونت، هو لاني خصك دير الكود برومو ديال الفي اي بي 500 باش تقدر ديبوزي غير ب $500 بلاصه $1000. الفي اي بي بلاك هو المجهد فيهم، لان ما كتخلص حتى دولار بالنسبه لي كوميسيون، يعني تكون عندك الكوميسيون فابور ما كتخلص حتى شي حاجه، يعني كتريدي نيشان، يعني هذا مزيان بالنسبه للناس اللي كيديروا سكالبينغ، ما عندهمش لي كوميسيون، ما غادي يخسروا حتى شي حاجه. نورمالمون كان تدخلوا ب $3000 مينيموم، ولاني مع هذا العرض هذا مع الكود اللي عندكم خاصك دير في اي بي 1000 في اي بي 1000 وغادي ممكن تبدا غير ب $1000 في هذا الفي اي بي بلاك هذا. وحاجه اخرى راه كاين لي زافونتاج في كل واحد، خاصكم غير تدخلوا تقراو. صراحه غندير لكم فيديو اخرى باش ما نطولش عليكم، دابا ندوزو لي زانديكاتور. المهم نتمنى تستافدوا من هذا العرض هذا، راه غتلقاو اللين باش تقيدوا في صندوق الوصف، وصولوا على اسامه تما غادي يعاونكم في اي حاجه بغيتو. اوكي اوكي جايز، حنا غادي ان شاء الله دابا غنشوفوا لي زانديكاتور. بغيت غير نوريكم لافونسمون ديال داك لو كونط اللي كنت وريتكم ديك المره، هو حاليا وصل 773 باوند ديال الربح. اوكي كنتريدي غالبا في الجولد، عندي واحد البوزيشن معكوسين هنايا في لي ستوكس، مي ان شاء الله غادي ما كنبغيش نسدهم، لان هادو كنخليهم في لونغ تيرم غادي يرجعوا ان شاء الله، وسينو ولا غادي نعوضهم. نقدر نسدهم ونبقى كومين في الربح، مي غادي نعاود نهجي عليهم ماشي مشكل. نعطيكم غير دقيقه لافونسمون شنو كنطرا ليا. انا كنت كنوقع لي خرجت بخساره ديال 216 باوند، هذه الصراحه غير بعدم الانتباه بغيت نحرك واحد تي بي، واحد تيك بروفيت هنا في الجرافيك بحال هكا، ما كانش باغي يتحرك ليا، واش كنت كنحرك البوزيسيون اللي كانت عندي في الخساره ديال الجولد، عصباتني وانا بغيت كاع نحيدها عليا باش نعاود نحلها، كيسحبني راه غير بيندن اوردر كنسدها وكتسد لي البوزيسيون اللي كانت عندي في الخساره. صراحه كنت كعيش ديك اللقطه، ولكن المهم كتوقع شي مرات كتوقع لي باش مزيان خصك تكون منتبه وما تكون حتى شي حاجه اللي كتخليك دي كونسونطري مع الخدمه. دونك سديتها وخسرتها على والو، وهي ديك الساعات وكنعاود نطلع للمارشي، ماشي مشكل حنا كنعوض نعوضها بشويه. دونك كما كتشوفوا ديما غير لي بيندين اوردرز ها هما عندي محطوطين هنايا بلاصين كيساينوا غير الوقيته اللي باش يتحلوا وياخذوا الارباح. دونك تخدم بتيك بروفيت، ما تخليهمش خدامين غير هكاك، كلهم فيهم تيك بروفيت. ستوب لوس تخدمو مانيوالي، يعني اون فوا كنشوف شي بوزيسيون مثلا عكست عليا اولا مشات في شي موضع اللي ما كنتش باغي تمشي كنسدها، وما كان المهم كنقطع الخساره، ما كنبغيش نخليها مستريسياني ونمشي اكثر من لا مارج اللي عندي، دونك تنسدها عليا.
دونك دابا باش نعطيكم في لافونسمون ديال الكونت في اطار الشفافيه وكلشي باش تعرفوا شنو كاين. لا شحال واحد شكك بالنجاح ديال هذه الطريقه، مي الحمد لله انتم كما كتشوفوا راه غاديين مزيان، تيستيوها في الديمو باش تعرفوا القوه ديالها. اوكي الوغ اول حاجه غادي نبداو بها الفيو اب، لان راني ديجا انستالي هنا انايا عندي في تريدين فيو. كيف كتلاحظوا ديما كنتريدي كاناليزي في تريدين فيو لان كيجيني ساهل على ميتا تريدر، وكندوز لي تريدز ديالي هنايا في ام تي 5 ديال تي او ماركت. اوكي دونك الفيو اب صراحه ما بين احسن لي زانديكاتور بالنسبه ليا، واللي كيعطيني دخلات دقيقه واحد الدرجه ما يمكنش تصور. بالنسبه للفيو اب ممكن تلقاوه في سميتو في تريدين فيو، دونك تجي لهنايا انديكاتور ياك وغادي تقلب على فيو اب في ريسيرشي وغادي تلقاه. اوكي دونك تخدم به الاغلبيه في 15 مينوت، من 15 مينوت للساعه صراحه. كيفاش كنخدم بالفيو اب؟ تخدمو بجوج طرق، بلا كاشور اوكي بالاختراق ديال الفيو اب، اولا كنخدمو به بحال ريزيستانس اولا سوبور. دونك هنايا ممكن نشوفو بزاف ديال الامثله، دونك نجيو لهنايا غادي نلقاو مثلا مثال ديال الاختراق هنا كبير. اوكي غادي نحاول نزوم لكم باش تشوفوا. دونك اختراق ديال الفيو اب اون فوا في الشمعه الثانيه من بعد كيعطيك دي بوزيسيون ديال السيلف، دونك ممكن تخدم به بهذه الطريقه هذه، يعني بالاختراقات سواء من التحت سواء من الفوق. عاوتاني مثلا هنايا كاين اختراق اخر، ها هو اختراق من هنايا بوزيسيون الشمعه اللي موراها كتدخل بوزيسيون ديال الباي وهي غادي، يعني مثال صراحه رائع جدا. بالنسبه للطريقه الثانيه اللي خدم الفيو اب اللي هو تيخدم بحال سوبور او لا ريزيستانس، هنايا ممكن تشوف مثلا هناك في هذه المنطقه تيرانجي واللي كانت الشموع كانت كتقيس مثلا تحت الفيو اب، دونك ممكن نشوفوا شي مثال اوضح مثلا هنايا. دونك بقى هابط 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 هنا طلع قاس في الفيو اب وعاود هبط، دونك بحال التذبذبات المهم بحال سوبور ريزيستانس. ممكن نلقاو امثله من تحت الفيو اب اولا من فوق الفيو اب. عاوتاني هنايا العكس، هنا كان فوق الفيو اب دونك كيبقى طالع طالع تيقص الفيو اب، بقى مرانجي هنايا وعاود طلع، هنا عاود هبط قص الفيو اب وعاود طلع وهي غادي، يعني كتذبذب كيبقى يقيس ويطلع يقيس ويعاود يطلع. ها هو مثال جا هنايا طلع حتى الفوق عاود هبط قص الفيو اب وعاود طلع، يعني بحال السيبور ديالو. هادو هما جوج طرق ديال الخدمه بالفيو اب. ممكن ديك الساعه تشوفوا نتوما بزاف ديال الامثله راسكم، دونك انا غير باش نفسر لكم دغيا دغيا وتحاولوا تقنوا هاد الاستراتيجيه هادي. اوكي دابا ندوزو الموفين ايفريج، غادي نشوفو السيمبل الاس ام اي. دونك غادي تجي هنايا غادي دير تقلب على موين موبيل هي هادي، وكاين الاكسبونونسيال هي هادي. دونك غادي نبداو بالموين موبيل الاولى، راه هو هاد الخط الزرق اللي تيبان لينا هنايا. الصراحه غنحيد لكم الفيو باش ما يديرونجيكمش وتحاولوا تفهموا. الوغ نحاولوا نديرو في الساعه باش تفهموا اكثر. بالنسبه للموين موبيل تقريبا عندهم نفس الخدمه ديال الفيو اب، عندهم حتى هما طريقه الاختراق وطريقه ديال تيخدموا بحال السوبور والريزيستونس. يعني ممكن هنايا تبقاو تقادو السيت اب ديالكم ديال الانديكيتورز، ممكن تجمعوا معاه الفيو اب، تجمعوا معاه الموين موبيل سيمبل او الاكسبونونسيال باش يعاونوكم تلقاو لي كونفيرماسيون اللي كتبغيو. دونك كما كتشوفوا ديما الشمعات كيبقاو تابعين اولا الموين موبيل كتبقى تابعه الشمعات وتيخدموا بحال سوبور اولا ريزيستونس. خاصكم تعرفوا بان بالنسبه لي موين موبيل تيتحسبوا بفترات اولا بدي بيريود. كاين بزاف ديال كل تريدر صراحه عنده الفترات اللي تيبغي. انا شخصيا كنستعمل 18 بالنسبه للسكالبين، عندي 18 ل 25 وال 100 وال 200. بالنسبه ل 100 وال 200 تخدموا بهم في اللونغ تيرم بالنسبه اللي كيبغي يدير سوينغ، وكنخدم بها في شونجمون طوندونس. يعني كنا في طوندونس اوسيير عاود ولينا من بعد طوندونس بيسيير وكاسات مثلا موين موبيل 200 تعرف بان كاين شونجمون طوندونس. غنحاولوا نقدوها، نقد الاعدادات ديال الموين موبيل ديالي. كنجي كنبرك هنايا كتجينا هاد لونغور، انا ديجا فيها 18 دونك كدير انت ديك الساعات مثلا بغينا نديرو 200 غنديرو 200 هنايا كونفيغوري غادي يبان لك بانها تبدلات. اوكي دونك هادي بالنسبه لي انا شونجمون طوندونس، انا غنوريكم فاش نخدمو بها. دونك كيفما كتلاحظوا السعر دائما فوق ما تيجي يقرب لسميتو الموفين ايفريج ديال 200 تيقيس فيه وتعاود يطلع بحال السوبور بحال شحال شكل الفيو اب تماما، تعاود يطلع تيقيس فيه وتعاود يطلع. هي هذيك هي هذيك، حنا فوقاش كنساينو شونجمون طوندونس ملي تيخترق الموين موبيل ديالنا 200 كيفما كتلاحظ تيولي كيلعب تحتها، فهمتيني؟ هنا باش تعرف بان شونجمون طوندونس بيسي كيولي بير ماركت، هنا ملي تيكون فوقها تيكون طوندونس اوسيير. دونك هذا هو طريقه الخدمه ديالهم، دونك سوا بالاختراق سوا بتتبع الموجه كيف ما كنقولوا هنايا، تيقيس يطلع
هنا في بالنسبه ل انا عندنا النقاط ديال الباي، ممكن نلقاوها بطريقه اخرى في ديال سميتو في ديال السيل. النقاط ديال البيع تيقيس الشمعه، كتقيس المويان موبيل ديالنا في سميتو بحال في الريزيستونس ديالها، كتكون بحال شكل ريزيستونس وكتعاود تهبط، كتعاود تطلع لهنايا. وانتم تشوفوا سميتو لي بارامتر اللي غادي يناسبوكو، كيف قلت لكم راه كنخدم 200% بالنسبه للناس اللي تخدموا لي سوينغ او لي بوزيشن اللي تيطولوا كيبقى واحد السيمانه جوج سيمانات حتى الاشهر. بالنسبه للي تيبغي يخدم بسكالبينغ او الدي تريدينغ، كنصحو ب 18 و سميتو ب 25. انا هادو اللي تخدم بهم الصراحه 25، غنشوف فين غتعطينا. دونك تقريبا ما كاينش فرق فيهم بزاف، المهم نتوما شوفوا اللي غادي ترتاحوا فيه واللي غادي تناسبكم اكثر مع استراتيجي ديال التريدين ديالكم. ممكن ديك الساعه ديروا بزاف، ماشي غير بالضروره تكون عندكم وحده، ممكن تخليو ديال 200 ديال 18 وتسركوهم. اوكي، دونك بالنسبه للمويان موبيل هذا هو الخدمه ديالو، نفس الطريقه الاختراق او لا تخدمهم على اساس ديال سميتو بحال دي ريزيستونس وبحال دي سيبور. بالنسبه للموفين الاي ام اي، هي الاكسبوننسيال موفين افريج، نفس الحاجه، غير هي الاي ام اي كتكون دقيقه اكثر من الاس ام اي بالنسبه للتريتمون ديال لي دوني اللي عاد تكونوا تحطوا. اوكي، دونك هذا هو الفرق. ديك الساعات ممكن انت ديك الساعات تشوف غنزيدو نديرو الاي ام اي ديالنا باش تشوف راه ما كاينش شي فرق كبير بيناتهم، وكل واحد باش كيفضل الخدمه. دونك مويان موبيل اكسبوننسيال هي هادي، فوالا غنديروها بالاحمر ولا بالصفر باش يبقى الفرق بينه وبين الاخر. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. اوكي، وكاينه حاجه اخرى صراحه هي مهمه ما حدناش شفناها وسركناهم، ممكن اللي تخدم تلقى لي سينو بلي كروازمون ديال الاي ام اي، سواء الاي ام اي والاس ام اي، سواء وحده فيهم وتيكون داير بزاف الاعدادات، يعني مثلا 18 و25 18 و100 18 و50 وغادي، يعني نتوما خاصكم تلقاو لا بون كونفيغوراسيون اللي كتناسبكم نتوما. دابا غادي ندوزو للار اي سي. الوغ الار اي سي هو هذا ريليتيف سترينث اندكس، حتى هو غنبركو عليه وغادي يطلع لنا عاوتاني. اوكي، بدلت ليكرون لان الصراحه داك الكحل ما عجبنيش بزاف، عماني كان بوحدو تبدل لا كولور ما عرفت مالو. اوكي، دونك الار اي سي كيفاش نخدمو منو، نحيدو هاد الفوليوم هذا باش نوريكم مزيان كيفاش نخدمو بالار اي سي. الوغ كتلاحظوا بانه ديجا هو كيعطينا واحد جوج ديال البلايص هكا ملونين ما بين جوج الارقام، عندك 30 وعندك 70. هاد الاثنين هادو هما اهم حاجه عندنا في الاي سي. الوغ شنو تيعنيو لنا، شنو تيقولوا لنا، تيقولوا لنا ملي كنكونوا في هاد المنطقه هادي مثلا تيتعنى بانها اوفر سولد، يعني تباعت بزاف، وهنا كيحضرنا بان ممكن تكون منطقه شراء مزيانه ملي كتوصل هاد لاين ديال 30. العكس صحيح، ملي كتكون عاوتاني واصله الخط ديال 70 هنايا كيعنينا بانها اوفر بوت، يعني تسرات بزاف. هنا تعطينا مناطق ديال البيع. اوكي، ملي كيكون واصله الخط 30 تيخصنا نشريو اوكي ونسينوها تطلع، عاوتاني تيخصنا نبيعو ملي تكون واصله الخط 70 وناخذ الارباح ديالنا ملي تعاود تهبط الخط 30. ممكن نعاود نشوفو مثال حي مقارنه مع الشموع ديالنا، كيف ما كتلاحظوا هذه قلنا هذه المنطقه ديال اللي خصنا نبيعوا فيها. فوالا، ها هي الكاندلز الكبيره هنايا ديال جات ديال البيع، كيف ما كتلاحظوا شوف حتى لين هبط. دونك هنايا حتى ما حبس في الهبوط حتى وصل الرقم 30 في الخط ديالنا هنايا تحتاني. سمحوا لي الكلب ديالي هنايا تيغوت ما عرفت مالو. دونك تيتبع الجرافيك مزيان. دونك فوالا، هادو نقاط دخول وخروج مزيانين صراحه. ار اس اي من بين لي زانديكاتور اللي موثوقين صراحه بزاف في الدومين ديال التريدينغ، اللي ممكن تزيدوه في السيت اب ديال التريدينغ ديالكم صراحه. هذا كان شيد به بزاف هو والفيواب. اوكي، دابا غادي نشوفوا ستوكاستيك، غادي نحيدوا علينا الار اس اي. شي شحال الفيديو طوالت هادشي، عاد درنا غير خمسه، كون درنا صراحه كون كاع ما سالينا. دونك ستوكاستيك تقريبا نفس الخدمه، غير هي عندنا واحد الخطوطه زعما الارقام الخطوطه كيتبدلوا شويه، اللي هما ما بين ال 20 و 80، نفس الخدمه ديال الار اس اي. دونك ملي كتكون واصله ل 80 يعني راه حنا اوفر بوت، وملي كتكون هنايا في ال 20 راه اوفر سولد، يعني تباعت بزاف. دونك كيعطينا مناطق الشراء هنايا ملي كيوصل هذه النقطه هذه، ومناطق البيع في هذه النقطه هذه، يعني ساهله مهله، يعني
ساهل باش تفهم المارشي الصراحه، خاص اي انسان يقلب ويعرف يخدم لي زانديكاتور اللي غادي يحتاجه. شفنا دي زانديكاتور اللي بصراحه متقاربين مع بعضياتهم وتيكملوا بعضياتهم، هذه باش انا كتعجبني الخدمه. كاين اوسي البولانجر باند صراحه خليتها نشوفوا في الفيديو الماجيه، نديروا بحال اللي درنا مع الايريسي، نديروا ملاحظه مع الكاندلز ديالنا كيفاش كيتماشى. دونك غنمشيو لهاد المنطقه هادي، دونك هنا عطانا سينيال ديال سميتو ديال البيع. هنا غادي نشوفوا اكزاكتومون نفس الحاجه، لو بري ديالنا بقى تيهبط بقات يهبط تيهبط تيهبط حتى وصل للمنطقة ديال 20 ديالنا، وعاد بدا كيطلع شي شوية. طلع هادي اللي كتشوفوها هنايا لاحظتوها؟ دونك صراحة نفسها هي طلع، هي دايرينها هنايا، أنا غنبينها لكم فوالا، هي طلع هادي هاد الشيء هادي. دونك صراحة انديكاتور توا مزيان، هانتوما فهمتو بطريقة الخدمة ديالو، ممكن تضيفوه في ديك لاتروس ديال لي زانديكاتور ديالكم باش تحاولوا تخدموا بهم. هذا ما كان بوغ لي زانديكاتور ديالنا اليوم، ان شاء الله غنشوفوا لابارتي الثانيه وغنهضروا على دوطخ انديكاتور. ما تنساوش عندكم شي انديكاتور ولا اي حاجه بغيتوني ندوي عليها ونفسرها لكم اللي ما كانتش عندكم واضحه، خليها لي غير في لي كومونتير. صراحه فرحت لاني رجعت للنوع ديال لي فيديو اللي تيكون تكنيك شويه، كنفسر فيه كيفاش فريمون تخدم في التريدينغ، ماشي غير المهم كنهضروا غير هنا وهنا وهنا. دونك كيعجبني نرجع للشارت ونفسر لكم داكشي كيفاش تيكون. الا عجبتكم هذا النوع ديال الفيديو عافاكم خليوها لي في لي كومونتير، خليو لي واحد التشجيع باش دعموا خوكم. هادشي اللي كنطلبوا، لايك يو لا فيديو، اي حاجه بغيتي نهضر عليها خليوها لي في لي كومونتير كيف العاده. ما تنساوش تبعوا خوكم في انستغرام، اي شجعونا، راه شويه التفاعل طايح هاد الايام. هادشي اللي كاين، تماتكم فتكم، نشوفكم في لا فيديو الجايه ان شاء الله.